مشاهدينا. نهج ألمانيا يختلف بشكل كبير عن النهج الأمريكي الحالي في التعاطي مع الأزمة الإيرانية. بهذه الكلمات عبرت الحكومة الألمانية عن رفضها مقترحا أمريكيا بإرسال قوات ضمن تحالف دولي لحماية الملاحة في مياه الخليج. ما سياق هذا الرفض؟ هل يشق المعسكر الأوروبي في التعاطي مع الملف الإيراني وتحديدا أزمة الخليج؟ أم أن واشنطن قادرة على تطبيق خطتها رغم مواقف برلين؟ نناقش هذا الآن. اختارت إذن برلين مواجهة محاولات واشنطن الحثيثة للحشد لتحالف عسكري لتأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز برفض صريح وواضح. وزير الخارجية الألماني قال إن بلاده لن تشارك في أي خطوة أمريكية من هذا القبيل، وأن أي قوة عسكرية في هذا التوقيت ستزيد منسوب التصعيد في المنطقة عوضا عن الدفع بخيار التهدئة. وهنا نقرأ في تفاصيل الموقف الألماني الأخير كيف سيؤثر على فرص نجاح واشنطن في الحشد للحلف الدولي المأمول في مواجهة طهران، وهل هناك موقف أوروبي موحد يتشكل في مواجهة الاستراتيجية التي اختارتها واشنطن في التعامل مع طهران. هي لحظة سقوط الضغوط العالية يحذر فيها الجميع عواقب الحسابات الخاطئة، وذاك حال الأوروبيين الواقعين هذه الأيام بين رغبة في حفظ منجز الاتفاق النووي مع طهران، اللاعبين دور سعات الوساطة بينها وبين واشنطن، والمندفع بعضهم أيضا لمجارات التصعيد الأمريكي في مياه الخليج. فما كان يهمس به سرا عن محاولات خفية من الإدارة الأمريكية لدفع عواصم أوروبية للمشاركة في قوة عسكرية تقودها واشنطن، مستترة بواجب حماية معابر الملاحة غير الآمنة في الخليج، سرعان ما استحال خلافا معلنا جهرت به عاصمة كبرلين رافضة سياسة الضغوط تلك ونائية بنفسها عن أي اندفاعة أمريكية سيئة التقدير مشغولة الخواتيم. ففي ظن الألمان حديث واشنطن عن حشد لتأمين معابر الملاحة ملتبس النوايا وفيه كثير من بواعث القلق، ففي نظرهم المنطقة تزدحم بشتى صنوف الأسلحة، وحشد المزيد منها على مياه الخليج المضطربة لا يبعث إلا برسائل الحرب إلى طهران لا بإشارات التهدئة. ويضيف الألمان أن للأوروبيين حين التعامل مع طهران مسلك يختلف عن نهج واشنطن، والرغبة الأوروبية في حماية السفن العابرة لمضيق هرمز قد تتباين في منطلقاتها وغاياتها عن الأهداف الأمريكية. وقد ظهرت برلين في أكثر من مناسبة بمظهر ساعي الوساطة لا يألو جهدا للحفاظ على مكاسب راكمها المفاوضون لطهران حين اختار الجميع معترك التفاوض بديلا عن مأزق المواجهة. خيارات الألمان المتمنعون عن الاستفاف وراء واشنطن في مواجهة إيران قد تختلف كثيرا عن خيارات بعض جيرانهم الأوروبيين. فبريطانيا مثلا الخائضة أزمة الناقلات المحتجزة مع إيران تربطها أحلاف وثيقة بواشنطن تبدو متحمسة للتحالف الذي تدعو إليه الإدارة الأمريكية، لكن الأوروبيين في نظر طهران متذرعون بقلة الحيلة عاجزون عن منع وطأة عقوبات تشتد عليها، وإن حسنت نواياهم لهم أيضا يد في حشرها في زاوية الخيارات الضيقة. نرحب بضيوف بقية هذا الخبر من برلين، زاهي علاوي الكاتب والسياسي، ينضم إلينا من واشنطن مايكل بريجنت الباحث في معهد هيدسون وضابط المخابرات السابق، ومعنا في الاستوديو عبد الوهاب بدرخان الكاتب السياسي. أهلا وسهلا بكم سادتي. نبدأ مع ضيفنا في برلين. سيد زاهي، ما مباعث وحسابات ألمانيا في رفض هذا الطلب الأمريكي رغم أنها تنسق مع فرنسا وبريطانيا في موضوع تأمين الملاحة في مياه الخليج؟
طبعا الموقف الألماني لطالما كان واضحا بالنسبة للمنطقة أو الصراعات في الشرق الأوسط، وهي دائما عدم التدخل العسكري وعدم التصعيد العسكري، لأن هذا سيؤدي إلى دمار شامل وسيؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. وبالتالي كانت ألمانيا دائما تؤكد على رفضها المشاركة العسكرية في التحالفات العسكرية في الحروب التي تجري في المنطقة. وبالتالي يأتي هذا الموقف تأكيدا على الموقف السابق المواقف السابقة، على الرغم من وجود بعض التناقض في التصريحات الألمانية. ففي ظهيرة هذا اليوم صرحت الناطقة باسم الحكومة أن ألمانيا ستدرس موقفا أوروبيا أو ترحب بموقف أوروبي موحد، لكنها تتحفظ على الطلب الأمريكي. في المقابل وزيرة الدفاع اليوم من بروسل في اجتماعها مع في حلف الناتو قالت إنها ستدرس الطلب الأمريكي، بينما جاء الرد الأخير من وزير الخارجية من وارسو عندما قال ألمانيا لن تشارك. إذن هناك في نوع من التذبذب داخل الحكومة الألمانية. طبعا هذا يعود إلى انتماء هؤلاء السياسيين للأحزاب السياسية، ولكن ألمانيا لطالما نادت بضرورة التوصل إلى الحلول السلمية، الابتعاد عن التصعيد العسكري، هذا إضافة إلى تمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي مع إيران ومحاولة الضغط على كل من طهران وواشنطن للجوء إلى الحلول السياسية وعدم التصعيد العسكري، لأن ذلك سيعود على المنطقة بدمار شامل لما وسيكون لذلك أيضا تبعات سواء اقتصادية أو سياسية على ألمانيا والاتحاد الأوروبي. فمضيق هرمز مهم أيضا بالنسبة لأوروبا من الناحية التجارية والاقتصادية، وبالتالي تحاول أوروبا تجنيب أي تصعيد عسكري للمنطقة. طيب سيد عبد الوهاب، في بريطانيا كيف يمكن أن يقرأ هذا الرفض؟ بريطانيا التي تحتجز ناقلتها في مضيق هرمز وتحجز ناقلة إيرانية في جبل طارق. على أي حال ألمانيا لم ترفض العرض البريطاني بتكوين قوة حماية أوروبية. رفضت العرض الأمريكي. عفوا؟ رفضت العرض الأمريكي أو الطلب الأمريكي. نعم، يعني بالنسبة إلى بريطانيا حتى الآن هي تعرض الحماية الأوروبية، والحماية الأوروبية أصبح واضحا أن فرنسا وكذلك ألمانيا لا تريدها عسكرية من دون أي بعد عسكري. بريطانيا أيضا لم تفصح تماما ماذا تريد. الأرجح أن هذا كان خلال رئاسة تيريزا ماي. الآن ربما تتغير اللهجة أو يتغير الاتجاه باعتبار أن هناك شيء من التغيير في مفهوم السياسة الخارجية لدى بوريس جونسون ودومينيك راب. لذلك بريطانيا يمكن أن تحافظ على اتصالاتها مع ألمانيا التي بقيت حسب تصريحات مسؤوليها يعني مهتمة بالنقاش مع الأوروبيين من خلال المفهوم الذي كان الفرنسيون حددوه من خلال جون إيف لودي. يعني مهمة للمراقبة فقط أو لمرافقة البحرية الموجودة هناك وحماية المصالح الأوروبية دون التدخل العسكري، هل هذا ما تقرأه بريطانيا في الموقف الألماني؟ نعم. ولذلك يعني هذا قد يعتبر من جانب بريطانيا غير فعال إذا لم يكن هناك أي بعد ردعي في المسألة، فهذا سيكون بلا معنى. يعني ستكون هناك سفن للمراقبة في حال أقدمت إيران على احتجاز باخرة أو أقدمت على ضرب باخرة ما سفينة ناقلة، يعني شهود عمليا شهود. على العكس الولايات المتحدة لا تصر على أن تكون القوة البحرية يعني حاضرة بشكل استفزازي، لكنها تريد أن يكون هناك ردع
في حال طيب حصل عكس. فلنقترب من الرؤية الأمريكية. سيد مايكل، بأي عين تنظر الولايات المتحدة إلى رفض طلبها ألمانيا بإرسال قوة ضمن تحالف تنشده الولايات المتحدة تحت عنوان يبدو فضفاضا، وهو حماية الملاحة الدولية هناك في الخليج؟ Is that for me? نعم سيد مايكل. Okay, you got to let me know. Okay, the United States has asked for countries to protect their own oil tankers. من كل الدول أن تحمي ناقلات النفط الخاصة بها. نحن لن نقوم بحماية الناقلات البريطانية، سوف نقوم بحماية الناقلات الأمريكية فقط. لم تقم الولايات المتحدة بوضع العلم الأمريكي على أي ناقلات لدول أخرى، ولذلك نحن نطلب من الدول أن تشارك لحماية مصالحها، سواء اشتركت ألمانيا أم لا. أعتقد أن هذا لا يمثل مشكلة. إذا رأت بريطانيا الحرس الثوري يحاول أن يحتجز ناقلة بريطانية أخرى، أعتقد أنه عليهم أن يفعلوا شيئاً، ولكن لا أعتقد أن إيران سوف تجرؤ على احتجاز ناقلة تحمل العلم الأمريكي. قد يقوم، لا أعتقد أنهم سوف يجرؤوا على فعل ذلك مع ألمانيا أو فرنسا أيضا، لأنهم يعولون على هاتين الدولتين لحل أزمة الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران. أعتقد ما تقوله ألمانيا وما تقوله المستشارة أنجيلا ميركل هو أن ألمانيا قد تكون جزء من مهمة بحرية أوروبية، ولكن لا أحد يعرف ذلك. فألمانيا وفرنسا وبريطانيا هي قوات أساسية في الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن هذه سوف تسبب أي مشكلة بالنسبة لأمريكا أن ألمانيا لا تشترك. طبعا من الهام أن نكون تحالف دولي، ولكن نحن لدينا تحالف إقليمي جيد جدا، وسوف نتمكن من إثبات الأدلة بأن إيران تقوم باحتجاز الناقلات بشكل غير قانوني. سيد زاهي، هل فعلا يبدو هذا الرفض الألماني دون قيمة بالنسبة لواشنطن، أو حتى بالنسبة لمستقبل هذا التحالف الذي تنوي واشنطن القيام به أو جعله فعالا في مياه الخليج؟ لا أعتقد أن الرفض الألماني لا يحمل أي قيمة بالنسبة لأمريكا، خاصة وأن هناك تنسيق فرنسي ألماني بشكل كبير، بالإضافة إلى التواصل مع بريطانيا، هناك مواقف شبه متقاربة. لكن الموقف الألماني قريب جدا من الموقف الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وهو بداية التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي أعتقد أن الموقف الألماني في حال مشاركتها إما عبر قوة عسكرية ضمن الاتحاد الأوروبي أو حتى تحالف دولي، سيكون له صدى كبير وإيجابية بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي يتم التعويل في واشنطن على موقف إيجابي من هذا التحالف. لكن يجب التنويه إلى أن حتى الأمين العام لحلف الناتو أقر اليوم وصرح بأنه لا يوجد طلب من الولايات المتحدة لحلف الناتو بضرورة إشراك الناتو في هذه القوة العسكرية. إذن هناك أيضا موقف الناتو هو قريب أيضا من الموقف الألماني. ألمانيا وفرنسا متمسكة بالملف النووي الإيراني وتحاول الضغط وترفض أيضا العقوبات الكبيرة والعقوبات الصعبة التي تفرضها واشنطن على طهران. هناك رفض واضح من قبل ألمانيا وفرنسا لهذه العقوبات، وأعتقد أن أي موقف إيجابي في هذا الاتجاه سيكون دفعة إيجابية وتحرك إيجابي لواشنطن لإرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز. وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الموقف الألماني لا يحمل أي قيمة معنوية
أو سياسية بالنسبة لواشنطن، وبالتالي هناك تعويل أو محاولة الضغط على ألمانيا وإقناع ألمانيا بضرورة تشكيل أو المشاركة بهذه القوة العسكرية لحماية التجارة البحرية ولتأمين مضيق هرمز كما يقول الأمريكيون وبرلين فعلا اليوم برأسمالها السياسي المتوفر، الأحزاب السياسية التي تنظر إلى الموضوع من مناظير مختلفة، هل تبحث عن ضمانات جديدة من الولايات المتحدة أو من بريطانيا لتخطو هذه الخطوة؟ لا يوجد هناك حديث عن ضمانات، ولا يوجد هناك حديث عن محادثات من خلف الكواليس أو طلب من برلين لواشنطن لتوفير ضمانات، لا يوجد هذا من هذا القبيل، أي حديث من هذا القبيل حتى الآن، ولا أعتقد أنه سيكون هناك طلب من ألمانيا لتوفير ضمانات في هذا الإطار. ولكن الموقف الألماني، خصوصا أننا مقبلون على مراحل انتخابية في بعد سنتين في ألمانيا، ما يعني أن الأحزاب السياسية تريد كسب الشارع الألماني، وبالتالي رفض الشارع الألماني يرفض أي تدخل عسكري خارج حدود بلادها، لأن ذلك تداعيات كبيرة وسلبية على المجتمع الألماني وعلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستسعى هذه الأحزاب جاهدة على التوصل إلى حل سياسي وحل دبلوماسي الحديث طيلة الوقت، إلى ضرورة التوصل إلى الحلول الدبلوماسية. طيب والحلول سنعود السياسية إلى الأطر الدبلوماسية التي تراها برلين ممكنة في هذا الإطار، لكن يبدو أستاذ عبد الوهاب بأن هناك ارتباطا وثيقا بين ما يجري في مياه الخليج وبين الملف النووي الإيراني. ذهاب بريطانيا فرنسا وألمانيا إلى اتجاه التصعيد أو التفكير في حل عسكري، ألا يمكن أن ينسف هذا الملف تماما، أن تتحول هذه الأطراف الأوروبية من وسيط كما تفعل إلى طرف في الأزمة يهدد باكتمالها بشكل سيء؟ الواقع أن المواقف الدول الثلاث لم تتغير بالنسبة إلى الاتفاق النووي. الدول هذه تريد المحافظة على الاتفاق النووي ولا تريد التصعيد مع 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 إيران، بالعكس يعني هي تميل إلى خفض التصعيد. بريطانيا التي تعرضت لحادث احتجاز الناقلة طبعا أصبحت مضطرة لاتخاذ مواقف فيها رد فعل، ولكنها لم تقترب من موضوع الاتفاق النووي، رغم أن هناك بعض التحليلات قالت بأنه يمكن أن تفكر أيضا بالانسحاب من الاتفاق، لكن هذا بقي ضمن المعلومات غير وهذا كان في عهد تيريزا ماي. اليوم هناك بوريس جونسون الذي يقترب في كثير من الأفكار حسب المراقبين من نظرة ترامب إلى الملف الإيراني. الرأي العام البريطاني لا يختلف عن الرأي العام الألماني، هو لا يريد أي حرب. يعني تيريزا ماي ليست توني بلير، وبوريس جونسون أيضا سيفكر كثيرا قبل أن يتخذ قرارا بالانحياز. هو صرح بأنه ضد موضوع الحرب سابقا. الانحياز التام إلى الولايات المتحدة. حتى في ألمانيا اليوم خرج جيرهارد شرودر الذي كان رئيسا مستشارا في ذلك الوقت ورفض الحرب على جرار بلاده إلى مضيق هرمز، الحرب على العراق. فرنسا طبعا لم تشارك، جاك شيراك لم يقبل المشاركة. إذن هذه الهواجس لا تزال موجودة، ومع الفارق بأن إيران ليست نظام صدام حسين، يعني هي يعني أكثر قوة وأكثر عدوانية وأكثر استعدادا لأن تدافع عن نفسها. بذلك يعني يجب إيجاد المعادلة ما بين أمن الملاحة والحفاظ على الاتفاق النووي ودفع الولايات المتحدة وإيران إلى تفاوض. هذا ما تبحث عنه المبادرة الفرنسية. حتى الآن بريطانيا لم تتقدم بأي مبادرة من هذا النوع، أو على الأقل لم نسمع عن أي. لماذا برأيك حتى الآن؟ أعتقد بأن الوقت لا يزال قصير بالنسبة لهذه الحكومة، فانشغالاتها كثيرة ولا تزال جديدة يعني، ولديها مشكلة تريد أن تحلها قبل أن تفكر البريكزيت.
تريد لا تريد المشكلة اللي هي الناقلة. يعني هي أمام مشاكل عويصة أو بوريس جونسون تحديدا، البريكزيت من جهة ثم الناقلة، وكلاهما يلحان عليه. لماذا لحد الآن لم يضع تصورا لحل أزمة الناقلة؟ ألمانيا تتحدث بأن الأطر الدبلوماسية هي المناسبة، لماذا لا تلجأ بريطانيا إلى نفس الحديث والتركيز على موضوع الأطر الدبلوماسية؟ أعتقد بأنه كان هناك مسعى ولكنه لم يوفق من خلال الوساطات، ولا سيما الوساطة العمانية. يبدو أن شروط بريطانيا لم تتغير، لأنه إذا كانت تريد مقايدة الناقلة الموجودة في جبل طارق مع الناقلة الموجودة في إيران فهناك شروط. حتى الآن إيران لا تريد أن تنفذ الشروط البريطانية. طيب سيد مايكل، مزيد من البوارج والفرقاطات، مزيد من قوات العسكرية إلى مضيق هرمز ومياه الخليج، شديدة السخونة أصلا، هل هذا ما يمكن أن يؤمن تلك المياه أم أنه قد يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة؟ أعتقد أن هذا سوف يؤمن الملاحة. في الحقيقة التكنولوجيا قد أثبتت أن الجمهورية الإسلامية قد استخدمت الاعتداء المباشر في مضيق هرمز. لقد قاموا بالهجوم على الناقلات الدولية في المضيق، والحرس الثوري قام بهذا الهجوم بالفعل. أعتقد أن الوجود العسكري سوف يؤمن المضيق أكثر. نعم بالطبع قد تحدث أخطاء وقد تؤدي إلى الحرب، ولكني أعتقد أننا في حرب بالفعل. إيران تستخدم وكلائها في المنطقة وتهدد في باب المندب، وتهدد أمن مضيق هرمز، وكما أنها أيضا تساعد أو تدعم وكلائها في حزب الله والميليشيات الأخرى. حزب الله الآن يقول أن هذه الحرب هي حرب إيران وليست حربنا نحن. هذا هو ما نسمعه هنا في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد، ولكن الاختيارات أمام إيران هي محدودة. هم يحاولوا وضع الضغط على أوروبا حتى تعطيهم ممرا خلفيا لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن هذا لن يحدث. نحن لسنا في الثمانينيات، وهذه ليست حرب يمكن أن تستخدم فيها إيران هذه التكتيكات لتجنب الحرب. الرئيس الحالي، الرئيس الأمريكي الحالي، لن يغطي أو يخفي أفعال النظام الإيراني الحالي كما فعل الرئيس أوباما. لقد قال أوباما أن الإيرانيين يحاولوا حماية الناقلات في الحقيقة في هذا الوقت، ولكن الوقت قد تغير الآن. هناك الكثير من الاستفزاز من هذا ما يقوله الإيرانيون. سيد مايكل، الوقت تغير الآن، ولم تعد الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة التي إن كانت ترى بأن أمن هرمز، أمن مياه الخليج في خطر، لماذا لا تقوم بالمواجهة لوحدها دون جر بريطانيا وفرنسا وألمانيا إليها؟ نحن لا نحاول الدخول في حرب مع إيران. لن يكون هناك عدوان على إيران. لن يحدث حرب كحرب العراق مرة أخرى. في مياه الخليج دون هذا التحالف الدولي إن كانت قادرة على ذلك. البريطانيون يفعلون ما يفعلوه ليس بسبب الولايات المتحدة. البريطانيون قاموا باحتجاز ناقلة
إيرانية بسبب مخالفتها للعقوبات المفروضة على سوريا. وإيران قامت باحتجاز ناقلة بشكل غير قانوني، ناقلة بريطانية بشكل غير قانوني. ما فعلته بريطانيا في مضيق جبل طارق كان بسبب مخالفة العقوبات المفروضة على سوريا، ولكن ما فعلته إيران هو قرصنة حقيقية. لقد قاموا باحتجاز ناقلة نفط في المياه الدولية. ما تفعله بريطانيا ليس بسبب الولايات المتحدة، ولكن بسبب أفعال بريطانيا في الحقيقة. نحن نرغب بالطبع في أن ينضم إلينا الدول الأوروبية، فرنسا وألمانيا، ولكن إذا لم يحدث ذلك سوف يكون هناك العديد من التبعات في الحقيقة. كل هذه الاقتصادات مربوطة ببعضها البعض. لدى الولايات المتحدة الكثير من الأدوات أيضا. إذا فعلت إيران أي شيء هذا لا يهم، فالوقت قد تغير. الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا والصين لن يسمحوا لإيران أن تحصل على أسلحة نووية. الاتفاق النووي لم يكن إلا فرصة لإيران لتقول نعم سوف أوقف البرنامج النووي حتى تحصل على الفوائد والمزايا الاقتصادية، ولكن العقوبات قد ألحقت ضررا كبيرا في إيران، وهذه يعني هي الحرب الجديدة. كل الطرق تؤدي إلى الاتفاق النووي مع إيران. سيد زاهي، انطلاقا من كلام ضيفنا سيد مايكل، اليوم هل تملك برلين رؤية مختلفة فعلا عن وجهة النظر الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني بشقيه ما يتعلق بأمن الخليج الذي يؤدي كما رأينا خلال هذه الحلقة إلى الملف النووي والمواقف الأوروبية تجاهه؟ طبعا بلا شك الموقف الألماني يختلف تماما عن الموقف الأمريكي. الموقف الألماني كان واضحا فيما يتعلق بعد الاتفاق النووي مع إيران، وحتى المحاولات منذ خروج أمريكا وإعلان ترامب خروجه من الاتفاق الملف النووي الإيراني. هناك محاولات ضمن بعض الاتفاقيات في الاتحاد الأوروبي ما عرف بإنستكس من أجل محاولة توصل لحلول في حول تحويل الأموال بطرق غير مباشرة لإيران من أجل تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وبالتالي هناك موقف واضح من ألمانيا، من قبل ألمانيا، حول الملف النووي الإيراني وحول التعامل مع الملف النووي الإيراني. ألمانيا ترفض العقوبات الأمريكية رفضا قاطعا، وألمانيا ترفض أيضا الانسحاب الأمريكي من الملف النووي. ألمانيا تحاول التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وكذلك يرضي الطرف الإيراني. هي تحاول أيضا دغدغة عواطف طهران، وهناك كان واضحا بالنسبة لبرلين أن العلاقة الاستراتيجية مع طهران مهمة جدا، منذ الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015. شكرا جزيلا لك من برلين زاهي علاوي الكاتب السياسي. شكرا لضيفنا من واشنطن مايكل بريجنت الباحث في معهد هيدسون وضابط المخابرات السابق، وشكرا لك في الاستوديو سيد عبد الوهاب بدرخان الكاتب السياسي. شكرا لكم مشاهدينا، حتى نلتقي في بقية خبر جديد. إلى اللقاء.